يا مساء الخير والنور والأجواء اللي تفتح النفس. أجواءنا اليوم خيالية. اليوم كنت في دبي وأتمشى، جاني واحد قال لي يا أخي أنا شفتك، واحد من الأجانب قال أنا قد شفتك. قلت فين؟ قال أنت تمثل مع جاكي شان. قلت إيه. شافني باللبس هذا وبالصلعة وبالنظارة، قال أنت قد شفتك مع جاكي شان. قلت إيه وعز الله ما تفرقنا غير قريب من 2009 وحنا من بعد، تابع ام بي سي الان تلقاني فيها على طول، وانت تعرفون انا من الكيس. طالعين على القارب، نبي ناخذ ابو ساعه نتمشى في هالاجواء الزينه. بسم الله. يقولون العقلاء ثلاثه، الاول من ترك الدنيا قبل ان تتركه، والثاني من بنى قبره قبل أن يدخل، يا رب أنك تعفو عنا يا رب، والثالث من أرضى خالقه قبل أن يلقاه، يا رب اجعلنا من هاي عقلاء يا رب. أنا جاين في كافي من أفخم كافيهات دبي، ممكن تذوق ألذ فريش توست عندهم. خلونا نشوف. أورفلي بروز بيسترو، هذا مطعم ثلاث أخوان سوريين، أنا جيته هذه المرة الثانية ومستحيل أكرر أكثر من مرة المطعم إلا لأنه كفو. وعندهم حاجة ما هي في أي مطعم، تدري وش هي؟ إنه مستحيل ينزلوا لك الأطباق كلها سوا، يجيبوا لك الطبق الأول وتاكل وتخلص، الثاني وتاكل وتخلص، الثالث وتاكل وتخلص. المطعم صغير جدا من الداخل، ملموم، ديكورات غريبة، اللي فيه كلهم أجانب، اللي الخليجيين قليل. أنا لا تسألوني عن أسماء الأكل مرة لأني ماني حافظها صراحة، لكن تأخذ العقل هذا. ودخلنا في الطبق الثاني مع عصير باشن فروت، وفي هذا والله لذيذ 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 جدا، الطبق هذا خطير. شوف هنا أي طبق يخلص يشيلونه وينظفون الطاولة، شوفوا التفاصيل كيف شافوا إشالوا الفاين، بيض الله وجههم على الشغل الفخم. هنا هذه سلطة أو أكلة الباذنجان، بس طعمها خطير جدا. يقسمونها الآن، يحطون كل جزء في صحن، وهنا جت السلطة، والآن يشيلون الصحون اللي أكلنا فيها. أوه على السلطة هذه وش أحكي لك، بس سلطة بالذرة بالملفوف بالأفوكادو بالطماطم، لذيذة جدا. والآن دخلنا على الثقيل، هذه يا جماعة اسمها بورك أو شيف بورك، والله نسيت الاسم، بس لذيذة جدا مثل المنتو يغمش وقرمشة. هنا 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 سأسكت كثيرا وليس قليلا، هذا يقول لنا الكباب الحلبي، الكباب الحلبي اسمه، وفوقه زي الكرز. عاد هنا دخلنا في البرجر والبطاطس اللي عليها من فوق بهارات بس ماني عارف اسمها صراحة، نسيتها. السعر كم يا طويل العمر؟ السعر 546 درهم إماراتي.